واصل غبطة البطريرك يوحنا العاشر الكلية طوبة والجزيل الاحترام زيارته الرعائية لليوم الثاني على التوالي إلى أبرشية حما وتوابعها للروم الأرثوذكس بدعوة من راعي الأبرشية المطران نيكولاوس بعلبكي. تجلى اليوم الثاني لزيارته الرعائية عند مدينة محردي عرين الأرثوذكسية، حيث أقيمت استقبالات شعبية عند ساحة البلدة تختصر فرح القيامة الحقيقي، الفرح الذي تحقق في محردي بعد درب آلام ومعاناة طويلة. عند ساحة البلدة سار البطريرك يوحنا والوفد الكنسي المرافق له وجموع المؤمنين سيرا على الأقدام وصولا إلى كنيسة موجرجوس، وذلك على وقع عزف فرق الكشافة واللباس التقليدي التراثي لمدينة محردي، وحملت الأعلام الكنسية وسعف النخيل وأغصان الزيتون واللافتات المرحبة. نعم، إن لغة التأثر قد بدت ظاهرة جليا على وجوه جمهور المؤمنين الذين وفدوا صغارا وكبارا لملاقاة البطريرك يوحنا، مؤكدين عمق ارتباطهم بأرضهم وتجذرهم فيها رغم سحابة الأيام الصعبة. بعدئذ دخل البطريرك يوحنا إلى كنيسة موجرجوس وأقام صلاة الشكر بمشاركة المطارنة أباء المجمع الأنطاكي المقدس نيكولاوس حما وتوابعها، باسيليوس عكار وتوابعها، غطاس بغداد والكويت وتوابعهما، أنطونيوس زحلي وبعلبك وتوابعهما، أثناسيوس اللاذقية وتوابعها، أفرام حلب وتوابعها، والأساقفة موسى الخوري، ديمتري شربك، أرسانيوس دحدل موسى الخصي، ولفيفنا الآباء الكهنة والشمامسة والرهبان. بعد الصلاة ألقى راعي الأبرشية المطران نيكولاوس كلمة ترحيبية بغبطته والوفد المرافق، وأثنى خلالها على صمود أهالي محردي الذين عانوا الكثير جراء الأحداث الأليمة التي ألمت بهم وبوطنهم الحبيب سوريا، مقدما للبطريرك يوحنا باسم أهالي محردي وفعالياتها كأسا مذهبا. بدوره رد غبطة البطريرك يوحنا العاشر بكلمة جوابية شاكرا وقائلا: لقد تابعنا نحن وإياكم كل ما حصل في محردي والقرى المجاورة. نعم، كانت أيام صعبة وذهب ضحيتها عدد لا يستهان به من الشهداء الذين قدموا أنفسهم من أجل أن تبقى محردي والوطن. لذلك إذا أردنا أن نتكلم عن محردي وأهلها لا يسعنا سوى أن نؤكد أننا على هذا التراب سنعيش وسنبقى وسنموت. نعم يا أحبة، إن محردي تختزن الوفاء، الأصالة، الوطنية، الأخوة، التعارف وبساطة العيش. في نهاية كلمته قدم غبطة البطريرك يوحنا العاشر للكنيسة إنجيلا مقدسا، كما قلد قدس الأرشمندريت يوسف زحلوق صليبا مقدسا تقديرا لتفانيه وعطاءاته اللامحدودة في خدمة الكنيسة. أما المحطة الثانية من اليوم الثاني فكانت عند دير موجرجوس في محردي، حيث أعدت استقبالات شعبية. هناك كرس البطريرك يوحنا الدير بالماء المقدس بعدما أعيد ترميمه جراء ما تعرض له من دمار خلال الأحداث الأليمة، كما جال على أقسامه وصافح المؤمنين في صالون الدير مستمعا إلى شجونهم وهمومهم، مع الإشارة إلى أن الدير يعود تأسيسه إلى العام 1941. هذا ولم يغب عن بال غبطته من أن يلتقي كهنة الأبرشية في صالون الدير مستمعا إلى أوضاعهم مثنيا على عملهم وجهودهم المبذولة رغم التحديات القاسية.
في السياق نفسه التقى أيضا أهالي الشهداء في صالون الدير رافعا وإياهم الصلاة لراحة أنفس الشهداء الذين قدموا ذواتهم من أجل الوطن، وتوجه إلى الأهالي بالقول: إننا نعرف قساوة الموت، لكنكم قد قدمتم أغلى ما لديكم من أجل أن يبقى الوطن. نعم يا أحبة، لقد دفعنا الثمن غاليا، لقد تدمرت بيوتنا، عائلاتنا ذاقت الويلات، لكن يجب أن تفرحوا اليوم لأننا قد تعلمنا من تلك المرحلة الصعبة لغة الأصالة والثبات. وفي حديث إعلامي أكد البطريرك يوحنا العاشر أن إرادة البقاء في سوريا تغلب كل الرياح، ونحن اليوم نصلي هنا ونقول إن جنة الله تفتح لنا عندما نفتح قلوبنا لبذرة صوته الحي. هذا وقد عبرت الفعاليات المشاركة في محردي عن فرحها بعرس المدينة، هذا العرس الذي ارتدى أبهى حلله بقدوم غبطة البطريرك يوحنا العاشر.